قال فواز: بينما نحن في السيارة وجد أبي الناس يعبرون الشارع إلا رجلا مسنا. أوقف والدي سيارته واقترب منه، ألقى عليه التحية ثم أمسك بيده وعبر به الشارع. وبعد عودته وجدت الرجل يرفع يديه ويدعو له. أعجبني فعل أبي وزادني فخرا به. وبعد أن عاد قلت له: لقد قمت بعمل جميل يا أبي، هذا واجب علينا جميعا يا بني، فمن حق الكبار علينا أن نحترمهم ونوقرهم. فقال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وهو خير قدوة لنا في ذلك. أحسنتم يا أبطال. كان معنا في دور فواز الطالب فهد، وفي دور الوالد الطالب فراس، وفي دور الجد الطالب سعيد. الآن أسألكم ماذا فعل والد فواز؟ أمسك بيد الرجل. ماذا فعل الرجل المسن بعد أن عبر الشارع؟ دعا له. ماذا قال فواز لوالده يا محمد؟ ما شاء الله، أحسنت يا ياسين. يا عبد العزيز، ما الحديث الذي ذكره الوالد؟ ما الحديث؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر. أحسنتم، ونكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.